السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، واموركم كامله مزيانه نتوما كتشوفوا في الفيديو اليوم. الوغ اللي ما كيعرفنيش، انا لمياء، قناه ديالي سميتها لمياء بن بسلهام. كنقدم مواضيع مختلفه بزاف، كل مره شنو كندير دي بلاي ليست ديال تعلم اللغه الفرنسيه، وكندير برنامج شي مواضيع كنهضر عليهم. بارفو كندير شي حاجه ديال لا بوتي والبيوتي وديال التجميل، بارفو كندير فلوغات، بارفو كندير دي روسيت ولا دي اي واي. المهم كل مره شنو كندير. الا كنتو كيعجبكم بزاف هذا المحتوى وكيعجبكم انكم تشوفوا كل حاجه من شويه، تابوناو عندي في لاشين، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنحطو، وديروا لي لايك ودعموني وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. الوغ الفيديو ديال اليوم بالنسبه للناس اللي ديجا تفرجوا في لا فيديو اللي ديجا حطيت واحد المره مؤخرا، حطيت فيديو على كيفاش نتعاملوا مع الشخصية السامة، وهدرت لكم على الشخصية السامة كيفاش كتكون وكيفاش نقدروا نتعاملوا معها. الوغ اليوم جبت لكم واحد الاستراتيجية تقدروا تتبعوها، زعما تتبعوها في التعامل ديالكم مع الشخصية السامة، واللي غادي تقوي الشخصية ديالكم قدام هذاك الشخص اللي كيكون كيكهرب الجو، اللي كيعطينا طاقة سلبية. كيف ما كنعرفوا جميع ان الشخصية السامة صعيب اننا نتعاملوا معها وصعيب اننا نتكلموا معها، دائما كتدينا السلبية، عفوا عزيز عليه الدراما، المنطق ما عندوش، الافكار ديالو هما اللي سائدين، هما اللي صحاحين، واخا يكون الفكر ولا المعلومة ديالك انت هي اللي صحيحة وديالو هو منافية للمنطق، الوغ هو اللي صحيح. اليوم جبت لكم واحد الاستراتيجي كيفاش تقدروا تتعاملوا معاه، واستراتيجي زوينه وعمليه بزاف، خاصكم غير تتبعوها بالحرف وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله ويعجبكم الحال. الوغ استراتيجي سميتها الحجر الرمادي. الحجر الرمادي علاش سميتها؟ زعما منين جات التسميه؟ الاصل ديال التسميه جايه من جوج الكلمات، الاول الحجر والثانيه الرمادي. اول حاجه خاصكم تكونوا زعما في هاد الاستراتيجي خاصكم تكونوا نتوما بحال الحجر الرمادي. غنشرح لكم علاش الحجر. يعني نورمالمون الحجر كيفاش تيكون؟ الحجر تيكون غير جماد محطوط، ما كيتكلم، ما كيسمع، ما كيدوي، يعني بحال هكا خصكم تكونوا نتوما. كتعتمد هاد الاستراتيجي على زيرو تفاعل، خصكم تكونوا كتفاعلوا نهائيا مع الشخصيه السامه. والثانيه الكلمه الثانيه اللي هي الرمادي. علاش بالضبط اللون الرمادي؟ حيت اللون الرمادي لون محايد، ما فيه لا اثاره ولا حياه ولا تشويق، ما فيش زعما، ماشي شي لون اللي زعما كنشوفوه وكنشوفو شي حاجه. مثلا الاحمر كيعبر على الحب، الصفر كيعبر على الطاقه، بزاف كل لون علاش كيعبر؟ الابيض على السلام. الوغ هذا الرمادي ما كيعبر على حتى حاجه. هذا علاش نتوما خاصكم كتبعوا هذه الاستراتيجي وكتسمى بالحجر الرمادي، حيت الحجر صم بكم والرمادي لون محايد. شنو هما زعما شنو هما الحوايج اللي غادي تتابعوا في التعامل ديالكم مع هاد الشخصيه السامة؟ اول حاجه خاصكم كيف قلت لكم كتعتمد على زيرو تفاعل، ما تكونوش كتفاعلوا نهائيا معاه. اول حاجه ما تبادروش نتوما الاولين بالكلام، ما تهضروش نتوما الاولين. الا كان هو جالس الموضوع ما كاين حتى موضوع، ما مجبود حتى شي كلام، من الاحسن تخليه ساكت. يعني خصو هو الاول يبادر، يعني تقيو الشر ديالو ما امكن، ما تكلموش نتوما الاولين الا كان ساكت. ثاني حاجه في حاله تكلم ما تدافعوش على الحق، ما تدافعوش على الراي ديالكم. كيف قلت لكم زيرو تفاعل، ما تدافعوش وما تبرروش الموقف ديالكم، حيت التبرير ديالكم هو اللي كيعجبه هو علاش كيتغدى، وضروري غيلقى لكم الدخله منين يجبدكم. وزعما داك التبرير ديالكم غيحطكم في واحد الموقف اللي زعما ديال الضعف. ثالث حاجه ما تتفاعلوش معاه. كيف قلت لكم هذا الجسم يكون ما كيتحركش، يعني ما تكونش حيويه ولا حركيه في الكلام ديالكم معاه. حاجه اخرى ما تكونش حركيه حتى في الفيزاج ديالكم، يعني مثلا ملي يجاوب ملي يسولكم سؤال من الاحسن تجاوبوا بكلمه او بجوج كلمات، حسن ليكم من انكم تطولوا معاه في الديسكوسيون ديالكم. يعني كلمه واحده ولا جوج حسن من 10 ولا من اكثر من 10. يعني الانسان حاول ما امكن تقللوا معاه الكلام، مثلا سولكم اه ايه لا بحال هكا،
ما تديوش معاهم جيبو في الكلام. حاجه اخرى حاجه اخرى اللي كنظن تقريبا قلت كاع هذوك الحوايج اللي غيخصكم ديرو. ما تتكلموش ما تبادروش نتوما الاولين، ما تكونش هناك حيويه في الكلام، ما تدافعوش ما تحطوش راسكم في موقف ديال انكم زعما تبرروا الافعال ديالكم، وما تقولوش مع راسكم ان هاد الاستراتيجي كتحطكم في موقف ضعف، الا بالعكس كتحطكم في موقف قوه، موضع قوه. علاش ما تقولوش زعما راه لفت انني ما غاديش نتجاوب معاه ولا ما غاديش ندافع على رايي راني كنتسمى انني خايف منه او لا راني ضعيف، الا بالعكس حيت هو كيتغدى على الحوار ديالك معاه، كيبقى يجبدك وداكشي اللي كيعجبو. الوغ كنت ولا انت ما خصكش تعطي هاد الفرصه نهائيا، خليه دابس حيت هو بديك الطريقه ما غاديش يلقى هذا الحوار اللي كيقلب عليه باش يسمع ديك الدراما وباش يسمع هذيك باش يدوز ديك الطاقه السلبيه. يعني الا لقى الكلام محدود معاك راه ما غاديش يصافي، كيبقى يجبد فيك وانت ما كتجبدو، انت ما كتجاوبوش وما كتعطيش داكشي اللي بغا هو كيجبدو انت ما كتعطيش، صافي كيستسلم وكيوقف وما كيبقاش يدوز لك ديك الطاقه السلبيه وما كيبقاش يأديك الكلام ديالو. الوغ اهم حاجه فهاد لا استراتيجي ديال الحجر الرمادي هي انك ما تستعملهاش مع الناس كاملين، هي كتستعمل فقط مع الانسان او الشخص اللي يستعمل. وحاجه اخرى هي ماشي كتجي وكتطيح عليك وكتولي بارع في التعامل ديالك مع الشخص ولا في ما كتجي زعما وتلقى راسك زعما راك صافي زعما ضمنتي اولا صافي تمكنتي كنقلب على التغم اكزاكت، زعما تمكنتي من هذه الطريقه وصافي راك تقدر تتعامل بها. لا هي كتجي بالتدريب وفيغيا موجود اليوم وغدا عاد كتكتسبها، ماشي كتجي وكتطيح لك، خاصك شحال تاع الصبر باش تكتسبها، حيت ضروري كيجيك داك النار ديال كتشعل فيك النار كتقول لا خصني نجاوب ولا هادي لا باش نقعد نتهدو. الوغ كو انت خصك تبرد وتكالما مع راسك باش تقدر تمكن من انك تستعمل مع هاد الاستراتيجي. واهم حاجه واخر حاجه هي انك ما تدريهش، ما يكونش هو على درايه بهاد الاستراتيجي اللي انت كتابع، انت لا عارفها غادي يلقى لك دخله من بلاصه اخرى وغادي عاوتاني يرجع يتعامل معك بديك الطريقه ديالو وغادي ترجع ثاني تقلب انت على الحل. الو خلي هاد القضيه بينك وبين نفسك، قلت لك تتعاملش بها مع الاشخاص والاصدقاء ديالك، تعامل بها فقط مع الشخص اللي اسام. كنتمنى لا فيديو اليوم تكون عجبت الاعجاب ديالكم، كنتمنىكم تكونوا استفدتوا ولو شويه. الا عجبتكم لا فيديو ديروا ليا لايك، تابوناو في لاشين اللي كنتم مازالين جداد، و بارطاجيو مع الزملاء ديالكم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كاع لي نوتيفيكاسيون. تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.